السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو تاع واحد لابارتمون اللي بيع بمدينه السعيديه، جايه ريد شوسي دو فاصاد ميم باسات ميني ابيرك في البحر. ومرحبا بكم في قناه الزاويه الايموبيليه وجده السعيديه، كل ما يخص العقار بمدينه وجده السعيديه. كذلك اللي عنده شي حاجه كيبيعها ولا بغى يشري اي حاجه في العقار فمرحبا. هنا كاينه في لونطري كاين ان صالون، الون والدار جديده فيها دو شومبر صالون وفيها دو سال دو بان. هنا كاينه لا كويزين كما كتلاحظوا بلي بلاكار ديالها مشمشه جايه قبليه. وريد شوسي دو فاصاد، المتراج نتاعها 8 متر كاري، وكما قلت لكم قريبه للبحر. كاين هنايا كما كتشوفوا لا كويزين كي دايره ما شاء الله، متسعه كبيره. وهنايا كاين صال دو بان، دوج طواليت حاجاتكم الاخوه الاخوات. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب نتاعكم، وما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد كل ما يخص العقار. والثمن ديالها هادي 600 قبل التفاوض، نقدروا نجيبها بديك 59 58 مليون حتى 57 مليون، قريبه للبحر كما قلت لكم 7 دقائق ابي حتى 5 دقائق. كاين هنايا لا شومبر الاولى جايه دو فاصاد، هذه جايه دو فاصاد بارك الله، يعني جديدة ماشي شي وحدة مسكونة ولا. مرحبا بالجميع، واللي غادي يديها غادي يكون بريمير ما. كذلك كما الفيديو السابق اللي درناه على دوك لي ريزيدونت لي في مارينا بلا بلاكار تاعها، يعني شي حاجة مزيانة كالعادة. كما قلت لكم لا جيم والبارطاج بالنسبه للناس اللي مهتمين بالعقار، اللي مهتمين العائلات نتاعهم انهم يشرفوا في السعيديه وجده، بارطاجيو معاهم لاشين ولا فيديو اللي مهتمين بها الا بغاو وجده ولا السعيديه. هنا كاينه لاشون بالزوجه تاعي كبيره ما شاء الله، فيها هذه فيها دوش، هذه بور نتاع المتزوجين، والاخرى كتكون تاع الاطفال لي زونفون. كتشوفو هنا الصال دو بان داخلها لاشوم، هذه الزوجة، شي حاجة زوينة ونقية. وهنايا غادي تكون نهاية الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.